بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمن يسأل عن تلوين الأشكال في الإنكسكيب، نختار مثلا هذه الدائرة ونرسمها هكذا بالزر اليمين على الدائرة أو على الشكل Fill and Stroke. عندنا ثلاث تبويبات هنا. Fill، نلاحظ عندنا عدة خيارات للتحكم في اللون، عدة خيارات، نشوف الأنسب لنا ونختار اللون المناسب. طبعا هناك تموجات في الألوان، يعني على حسب الشكل المراد. نرجع إلى شكله السابق. هنا التحكم بالشفافية، طلاء ضرب الريشة بمعنى حدود الشكل، نلاحظ هو يمكن أن يكون بلا حدود، نختار هذا الشكل لنجعله بحدود. ومن أسلوب ضرب الريشة يمكننا التحكم في سمك هذا الخط. طبعا هذه الخانات أتوقع تظهر مع الشكل المربع، نلاحظ هنا مع الشكل المربع أستطيع أن أتحكم في الانحناءات الموجودة به.